ننتقل فيما تبقى من وقت قليل، نناقش معك المؤسسة العسكرية بقيادة وقر الزمان. هل يأمن البنكال على المؤسسة العسكرية على مستقبل ثورتهم؟ وهل يعني ترى الجيش فعلا مستعد أن ينأى بنفسه بعيدا عن الحكومة المدنية ويعني الشؤون الداخلية للبلاد المدنية طبعا؟ نعم، قلت هناك عندنا هذا أيضا ليس ببعيد كما قلت والذي تشير إليه أنت، هذا كذلك ليس ببعيد، لما أن قد حسين واجد قد عملت عملا لصالح العسكر لصالح الجيش. هذا أصل السبب هو بأنها كانت تعمل لأبطال الحرب أو لأولاد أبطال الحرب أو لأولاد أولاد أبطال الحرب، فكأنها كانت تعمل لصالح الجيش العسكر البنغالي. فلما أن في هذه الأيام الجيش وكذلك العسكر البنغالي عاجز أمام قوة الشعب، فكما قلت بأن أصل الشيء وكذلك أصل القوة الشعبية. ففي هذه الآونة الحاضرة وفي هذه الأيام الحاضرة الجيش والعساكر البنغالية هي عاجزة عن أي هناك عمل وكذلك عن أي هناك ثورة أو عن أي بغاوة. فنعم، أما في المستقبل فإما هناك الجمع هناك النظام أو الشعب إما سيجتمعون على يد محمد يونس، وهذا هو أغلب إن شاء الله. نعم، بنغلاديش عانت كثيرا كما ذكرنا بداية الحلقة من الانقلابات العسكرية. كيف سيتم تأمين الثورة من هذا الخطر، خطر الانقلابات؟ هذه في الأصل هو التحديد الكبير أمام محمد يونس، هذا هو التحديد الأول. فإن شاء الله محمد يونس على ما أحسب حسب سيرته الذاتية وكذلك حسب سلوكه وكذلك حسب ما عنده من الخبرة الكبيرة في داخل بنغلاديش وكذلك في الخارج. نعم، يونس له قبول سيد طوخي؟ نعم، يونس له قبول عند في المؤسسة العسكرية، له قبول ويتمتع بعلاقة مع القيادة العسكرية في البلاد؟ نعم نعم لا نعم له قبول، هذا قلنا له قبول في جميع هناك أنواع الشعب، في الشعب كذلك في النصفة كذلك في الأفراد للحكومة كذلك في الطلاب للجامعات، وكذلك عنده قبول عام في الجيش أيضا، وكذلك عنده قبول عام في المحاكم وكذلك المحاكم الداخلية العليا، له قبول عام. فهناك ليس هناك ضد محمد يونس إلا فئة قليلة جدا التي لا عبرة لها في بنغال. فهناك معظم ممكن أن أقول هناك 80% المعدل في حق محمد يونس، وممكن أن محمد يونس سيجعل الأوضاع آمنة وهذا هو أغلب. نعم، إذن سيلتف البنغاليون حول يونس بكل تأكيد بحسب نعم. خبرته نعم. وعلاقته حتى الدولية. نعم. فهل نعم نعم ليس عندهم هناك خيار آخر. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر، كنت معي عبر سكايب المحلل أو الباحث الإسلامي الدكتور محمد إبراهيم الطوخي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام، وصلت بكم إلى ختام هذه الحلقة، ألقاكم في حلقات قادمة، شكرا لكم وإلى اللقاء بحول الله.